أهلا بكم. تغير المناخ والحديث عنه مازال مستمر، ومستمر معانا حتى مؤتمر المناخ واللي بتستضيفه مصر الشهر القادم، وما بعد مؤتمر المناخ أيضا، فالحديث عن تغير المناخ مستمر حتى تقل الانبعاثات بإذن الله. خلينا أقول لحضراتكم إن محطة بنبان أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في الوطن العربي والعالم كله. من خلالها نجحت مصر في استغلال الصحراء أقصى جنوب مصر ونشر ألواح الطاقة الشمسية لتأسيس أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم كله في مصر وعلى أرض محافظة أسوان، وهي الطاقة النظيفة اللي بيسعى المجتمع الدولي ليها باعتبارها مستقبل الطاقة للحفاظ على الأرض من التلوث. وزي ما ظهر قدام حضراتكم في الصور اللي بنعرضها ليكم على الشاشة، دي صور لمشروع الطاقة الشمسية في أسوان ومجموعة من الألواح الخاصة بالمشروع، مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية اللي موجود في محافظة أسوان. نقدر نعرف من خلال الصور ومن خلال ما هو معروض قدام حضراتكم على الشاشة حجم المشروع وأهميته بالنسبة لمصر وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط كله، باعتبار واحد من أهم وأبرز المشروعات اللي ساهمت بيها مصر في الحفاظ على البيئة في إطار رؤية مصر المستقبلية. خلينا أقول لحضراتكم كمان إن المشروع نتيجة ضخامته وأهميته وقدرته الحقيقية في توفير طاقة نظيفة تكون بديلة عن الطاقة غير النظيفة، حصد جائزة أفضل مشروع من البنك الدولي على مستوى العالم عام 2018. واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اتكلم عن هذا المشروع وأكد أن مشروع محطة بنبان بيعد أكبر مشروع بالشرق الأوسط والعالم لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وبيملك آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وده لأن 6,800,000 خلية شمسية بتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بما يوازي 3% على المستوى القومي. وبيقوم كمان المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية علاوة على التمكين الاقتصادي. زي ما قلت لحضراتكم وزي ما هو ظاهر قدامكم على الشاشة، دي مجموعة من الألواح المعدنية المستخدمة في محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، واللي جعلته واحد من أهم المشروعات في مصر وعلى المستوى مش فقط المصري ولا العربي ولا الإفريقي ولا الشرق الأوسط، ولكن على المستوى العالمي بشكل كبير، لما ليه طبعا من إنجازات وإسهامات في مجال التنمية والطاقة والحفاظ على البيئة، علشان كده قدر كمان أنه يحصل على جائزة التميز الحوكمي العربي في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية. كمان قدر المشروع انه يحصل على جائزة افضل مشروعات البنك الدولي على مستوى العالم لعام 2018. وزي ما قلت لحضراتكم اللواء اشرف عطية محافظ اسوان اتكلم عن اهمية المشروع القومي للطاقة الشمسية ببنبان، خاصة انه بيعتبر وفق طبعا تصريحاته بمثابة سد عالي جديد لمصر، ولكن في انتاج الطاقة الشمسية. زي ما احنا طبعا كلنا عارفين السد العالي هو يعني بيمد مصر بالطاقة الكهربائية اللي بتحتاجها مختلف المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، ومحطة بنبان اللي موجودة أيضا في محافظة أسوان بتمد مصر بالطاقة الشمسية، واللي وصل عدد محطات بتاعتها إلى 40 محطة هتنتج 2000 ميجا وات عشان تصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية في العالم كله، وبتمثل حجر الزاوية لدعم مسيرة البناء والتعمير في الجمهورية الجديدة. خلينا أكمل مع حضراتكم جزء آخر من تصريحات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللي اتكلم فيه عن ضرورة التسويق الجيد للجهود المجتمعية من جانب جمعية مستثمري بنبان، بجانب أيضا الدور الحيوي للمشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث يساهم في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما تسعى إليه الدولة حاليا ضمن وطن أخضر للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى أنه يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب الأسواني. المهندس هشام الجمل رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية بقرية بنبان غرب النيل بأسوان اتكلم هو كمان عن المشروع، وأعلن عن ضخ استثمارات ضخمة لدعم القرى والمناطق المحيطة بمشروع الطاقة الشمسية بنبان، واللي بيعد أكبر مشروع لتجميع محطات الطاقة الشمسية في مصر والعالم، بما يحقق حياة كريمة لأبناء هذه المناطق والقرى، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي أيضا، يعني في مختلف المجالات باعتباره واحد من أكبر مشروعات لتجميع محطات الطاقة الشمسية في مصر والعالم، ودوت اللي هيحقق حياة كريمة لأبناء المناطق والقرى المجاورة ببنبان، خاصة في الصحة والتعليم زي ما قال المهندس هشام الجمل. الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة قال إن الهيئة بتعمل على مجالات الطاقة المتجددة أو الإحفورية كالغاز الطبيعي والمازوت،
إضافة إلى الطاقة الكهربائية المتولدة من المياه في السد العالي وخزان أسوان ومن طاقة الرياح في الزعفرانة. وأضاف كمان أن مصر بتعتمد على تنويع مصادر الطاقة لديها، حيث أن مجمع بنبان أصبح اسما دوليا ونموذج لمشروعات الطاقة الشمسية في مصر والعالم، بما يحقق حياة كريمة لأبناء مصر في كل مكان. يتكلم كمان إلى أن هناك نقلة نوعية فيما يتعلق باستخدام الهيدروجين الأخضر. وتكلم رئيس هيئة الطاقة المتجددة المهندس دكتور محمد الخياط عفوا ان الطاقة المتجددة لا ينتج عنها اي ملوثات للبيئة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومصر بتشهد ثراء من هذه الموارد، وانه جاري العمل في الوقت الحالي على تعظيم استخدامها، استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باعتبارهم مصادر للطاقة النظيفة الغير ملوثة للبيئة. ودي كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بواحد من اهم المشروعات، وهو محطة بنبان، احد اكبر محطات الطاقة الشمسية في الوطن العربي والعالم اجمع. بشكركم على حسن المتابعة، والى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السبعة.